عندنا الجوان تاني بتاع الرول ماجناتيك اهو الجزء ده تقريبا نفس الخامه اللي معمول منها السكرابر اللي احنا قلنا عليه بتاع مجموعه الدروب اللي لسه متكلمين عليه دلوقتي. تمام، شايفين الحته المقطوعه في الجوان دي كده الحته الصغيره دي تعمل تسريب ديفولبر بشكل رهيب. غير ان هي تعمل تسريب ديفولبر، الديفولبر بيجي في الجزئيه دي ويفضل يطلع على بعضه ويخربش الدروم. تمام، يعني حته القطعه الصغيره دي بتسبب لي طبعا اللي عنده المكنه 35 متعود جدا على خربوش الدروم على اطراف الدروم من الاول ومن الاخر. تمام، الخربوش ده بيجي من الجوان ده. تمام، الحل الامثل لو انا عندي المنظر ده هو اللي موجود حته القطع الصغير ده، ان انا برضو بحط كله على الجوان هنا، بس طبعا بطلع الرول ماجناتيك وبنضفه وما بخليش عليه اي حاجه من الديفولبر دي عشان ما تزودش وانا شغال. تمام، وبعد كده لحست كله كده تمام على الجوان، وبعد كده اجيب سولوتيب وراعي ان طرف السولوتيب يبقى ماشي مع طرف الجوان بالظبط، ما يبقاش اكتر ما يبقاش اقل، الطرف ماشي مع الطرف. تمام، او ان انا افصل برضو بالسولوتيب، بس السولوتيب يبقى سمكه يعني محمل شويه. تمام، بنفس المنظر ده طبعا قصه ان انا هفصل دي، يبقى انت لازم تعمله بالظبط نفس المقاس. تمام، وان هو لما يجي يتلزق طبعا يتلزق بكل مكانه. تمام، وراعي ان السولوتيب الجزئيه اللي تحت دي اللي في المقابله للرول ماجنتيك اموت السمغ اللي فيها بالحبر، يعني ما خليهاش تبقى لازقه في الرول ماجنتيك، لان هي لو ركبت السولوتيب على الرول ماجنتيك والحته اللي تحت دي بتلزق، مجرد ما الرول ماجنتيك هيتحرك السولوتيب بقى يبقى لازق فيه، هياخد الجوان كله ويقطعه. تمام، فهو الجوان بتاع اطراف رول ماجنتيك ده يا اما اشتريه لو في حد بيبيعه، انا اخر حاجه ما شفتش حد بيبيعه صراحه، يعني ما كانش حد بيستورده اصلا يعني، فعشان كده كنا بنضطر نعمله بنفسنا، يا اما نفصله تفصيل 100% رائع بنفس المقاس كده، واهم حاجه المقاس، مش هعرف اعمله، مش هعرف افصله، اشيله احسن، ازيته لما يبقى متشال اقل بكتير جدا جدا من ازيته لما يبقى موجود ومقطوع. تمام، طبعا هو الحاله اللي زي كده سهل ان احنا نحط عليها طبقه سوليتيب ونغطي، بس بنراعي ان الطرف بتاع السوليتيب بيبقى مع الطرف بتاع الجوان، ده سهل جدا ان انا اعمله. نيجي نبص على الجوان هنا اللي هو الناحيه الثانيه ده، يعني سليم اهو، سليم ما فيهوش حاجه مقطوعه. تمام، يعني التانك ده لو ركب على درام هنلاقي الدرام سليم من الناحيه دي، ومن الناحيه دي هنلاقيه متخربش. تمام، نتيجه القطع اللي موجود هنا ده. تمام، طيب زي ما قلنا كده، لو ما عرفناش نفصل الجوان ده وما وصلناش لمهاره ليه نشيله احسن، لو هو مقطوع طبعا، مش ما يبقاش سليم واشيله، لو هو مقطوع اشيله احسن. تمام، الجوان اللي هنا ده بيتعمل بسفنج اللي هو اللي تحت ده، هنشيل، هنجيب مفك دلوقتي نفك الرول الماجنتيك ده ونشوفه ايه منظر الجوان بالظبط. اعمل ايه قطف مره. تمام، طيب لما هنيجي نشيل الرول الماجنتيك اهو، تمام، ونركنه على جنب، تعالوا كده نقرب اهو، هو ده الجوان السفنج اهو اللي معمول هنا ده. تمام، سهل جدا ان احنا نفصل مكانه. تمام، واهم حاجه ان هو يعني هو ما فيهوش صعوبه، الجوان بيبتدي من هنا كده من الجزئيه دي، تمام، وهو ماشي كده لغايه الجزئيه دي. حلو، ده الجوان بتاع قاعده رول ماجنتيك زي ما احنا شايفين، هو من هنا سليم بس من هنا زي ما احنا شايفين متقطع. تخيل ان الساقيه دي عماله تتحرك في وسط الحبر والديفولبر اللي موجود فيها، تمام، وعماله بترمي الحبر ايه من الظهر هنا، فنتخيل كميه التسريب اللي ممكن تحصل للحبر، هبو الحبر اللي عمال يطلع باستمرار هنا، وطبعا مروحه شغاله، تيار هواء شغال جوه، فسهل ان هو ياخد هبو الحبر اللي بيطلع ده حتى لو بشكل ضعيف ان هو ينشره في المكنه وعلى الشلد بتاعت الليزر. تمام، طب في جوانات صغيره هنا تاني، هي مش ذات اهميه قوي بس عادي، في ناس ممكن تعملها، جوانات رفيعه قوي قوي اللي هو بتبقى لحسه سفنج. تمام، بنلزقها كلها هنا على الجزئيه دي كده وعلى الجزئيه دي. تمام، دي كده اهم جوانات معانا في المكنه. لو حكمنا الجوانات دي ان هي موجوده بمقاسات صح وكويسه جوه المكنه، لا تتخيلوا تقريبا مش هنشوف نقطه حبر واقعه جوه المكنه. اي جوان تاني في المكنه او موجود في، يعني مثلا جوانات هوبر الحبر ما لهاش اي تاثيرات سلبيه جدا، يعني ضعيف جدا لما هتعمل لي تسريب جوه المكنه بشكل قوي. هي دي الجوانات اللي بيبقى عليها تيارات هواء او حركه جامده، فبتعمل تسريب حبر بشكل بشع وبتخلي المكنه 30 35 سمعتها زي الزفت في موضوع تسريب الحبر. ما كنتش بعمل اكتر من الجوانات دي
وكانت المكنه بتبرق من جوه، كانت بتقعد كميات كبيره جدا. المكنه ما فيش اي تسريب حلو، تمام، عدا ان طرف الدرام يتخدش فيعمل لي تسريب حلو، عدا ان شفره الحصيره ما تبقاش شغاله كويس، فالحبر بدل ما يخش جوه علبه العادم يفضل على السير بتاع الحصيره ويبتدي بعد كده يقع على الرول ريجستريشن. الحاجات اللي هي الجوانات اللي هي حاجات احنا مفصلين في شانها، يعني شفره الحصيره لو فوتت المفروض تتغير. في ناس ما بتلاقيش مشكله حصلت من التفويت ده، تمام، وان الظهر الورقه ما بيبقاش متوسخ قوي فبتصير الموضوع شغال على كده، فبناء عليه بيحصل تسريب. الشفره بتاعه الحصيره سليمه شغاله كويس، الاطراف بتاعه الدرام سليمه ما فيهاش اي خدش، الجوانات بتاعتنا سليمه ومعموله بشكل كويس في مكانها، ان شاء الله مش هنشوف نقطه حبر موجوده جوه المكنه. وطبعا قبل ما نعمل عمليه الجوان ده نعمل عمليه نظافه كده جميله وهاديه للمكنه، تمام، عشان بعد ما نركب الجوان لازم يبقى لينا ملاحظه على كل الجوانات، هل في تسريب بيحصل في مكانه، فالجوان ده محتاج تعديل قبل ما يبتدي عمليه التسريب تزيد وترجع الدنيا تتهرجل تاني، تمام. الجوان محتاج تعديل، ابتدي اعدله. طبعا الملاحظه الوقتيه لغايه لما اوصل للمقاس الستاندرد بتاعه وابقى خلاص ظبطت الدنيا والدنيا تبقى شغاله معايا، بعد كده اخد المقاسات دي اسجلها معايا ويبقى عندي حاجات من الفوم معموله استنباط. السفنج ما بيبقاش عايز استنباط، السفنج انت لو قطعت حته سفنجه وشدتها على المكان ده ولزقتها في كله هتعرف تظبطها بالشكل اللي هو بالمنظر ده، ما بيحتاجش الاطراف ان هي تبقى كويسه. انا مجرد ما قصيت افتراضي بالمنظر بتاع الجوان وحطيته مكانه، لو في حاجه زياده، يعني لو في طرف زياده طالع من السفنج وانا بلزق الجوان، مجرد ان انا بشد السفنج شويه بيكش وبيعمل لي نفس المقاس اللي انا عايزه وبيتلاشى لي اللي هي الاطراف اللي طالعه زياده، تمام. فبيبقى الموضوع سهل. الفوم هو اللي بيبقى محتاج دقه جدا في عمل الجوان بتاعه، وطبعا الجوانات بتاعه الرول ماجنت، تمام. ارجو ان الناس يعني تنتبه، الملحوظه الوحيده في قصه الجوانات اعمل جوان صح، اعمل جوان ان انت راجل فنان، ما تعملش جوان لو عملته هرجلي شكله وحش مش مهتم بقصه المقاسات كانك ما عملتش حاجه، لا ما تعملش، تمام. الجوان يتعمل، ابدع فيه، بعد ما تبدع فيه يعني هي دي القصه اللي انا وصلت لها. الغلطه اللي انا عملتها ان انا ما رفعتش مقاسات، ما خدتش مقاسات، ما عملتش اسطمبات، بحيث حتى لو واحد مهاراته راحت في القصه دي هي ايدك بيبقى عندها سنس المقاس. طبعا انا جربت مره واثنين وثلاثه وكتير لغايه لما ايدي وصلت للمقاس المعين وبعد كده بقت بسهوله وانا مغمض كنت بعمله، تمام. الغلطه اللي انا عملتها ان انا خدت الثقه ان انا خلاص ان انا بعد كده بقيت اعرف اعمل جوانات، ما عملتش اسطمبه لنفسي او لغيري ان هو ياخد الاسطمبه دي يعمل عليها، تمام. فاللي يوصل للمقاس الستاندرد بعد اكتر من محاوله، تمام، يبتدي يسجله او يعمل اسطمبه منه او يرفع مقاساته عشان بعد كده يبقى الموضوع سهل جدا معانا، وان شاء الله كده هانت يعني كده ان شاء الله فاضل لنا البروسيس كنترول وشويه الملاحظات اللي في البوست اللي انتوا كتبتها لي وايه تاني والميكانيكا العامه. ان شاء الله نبقى خلصنا الكورس ده مبدئيا، وان شاء الله زي ما وعدتكم قبل كده هيبقى في كلام في موديلات ثانيه، يعني هنمسك الموديلات كلها بتاعت الاسود نشرح الاختلاف ما بين الموديلات، المجاميع الاساسيه في موديلات زي الام بي 4000 ال 22 كل موديل بيبقى ماسك اكتر من موديل مع بعضه، وهنشرح المجاميع الاساسيه بتاعته ونقاط الضعف بتاعته وممكن البرامج برده بتاعته بشكل مختصر وسريع، لان انتوا هتبقوا مؤهلين ان انتوا تاخدوا معلومه مختصره، يعني خلاص مش هنحتاج الشرح المفصل ده. فمش يعني مش هدخل عليكم بقصه ان انت تقدر تاخد شويه معلومات مختصره ومفيده في نفس الوقت عن موديلات ثانيه عشان تقدر ان انت لو اتعرضت ليها ان شاء الله تشتغل بكفاءه كويسه، تمام. وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.